من مريم تي في بكل مرة منطل عليكم من برنامجنا لون حياتي، بيكون معنا خبرة تستحق انه نحضرها ونشهد على حب الله وحضوره من خلال هالاشخاص يلي عاشوا هالخبرات. من مريم تي في اليوم معنا احدى المريمات يلي هي ام وزوجة واخت وسيدة نفتخر بها، سيدة قضت كتير بحياتها بس جعلت كل الوجع يتحول لفيض من الحياة، لوفرة من العطاء، لوفرة من البذل والتضحية. نرحب اليوم بمدام سميرة الراعي، اهلا وسهلا فيك. ميرسي الله يسلمك. نحن كتير فرحانين اليوم انه نتلاقى وهيك تخبري المشاهدين عن خبرات مش بس خبرة. اول شيء عرفينا عن حالك، عن عائلتك، شو عندك اولاد وعن هيك تفاصيل بتحب تقوليها عن عائلتي مثلا، اهلي يعني. إلي ما انت مزوجة، كم ولد؟ خبرينا. انا عند اهلي نحن اربع بنات وصبيين. نعم. توفى الشباب، توفوا، ضلينا نحن الاربع بنات. بقى انا تجوزت وكان جوزي كتير منيح، بس الله ما بعرف، هو الله هو غير ما بعرف، اخذ لي اياه الله يرحمه، صار عند ربنا فوق. اي اكيد، لانه ضحى، هو مات بالتضحيه، لانه خلص اثنين انس، خلص شخصين. اول شخص والثاني رجع مات هو اياه. وشو عندك عائلة عندك؟ أنا عندي صبي وبنت. نعم. الصبي كان عمره سنتين ونص والبنت كان عمرها شهرين اللي متوفى بيو. توفى البي الله يرحمه. والبنت بعدين مشيت الحياة، تعرفي العذاب. نعم. والقهر والزعل. نحن بنقول للمشاهدين أنت مزوجة ابنك وبنتك بعد عزبة. هلا إيه؟ أنت تيتا يعني. هلا تيتا أنا. لكم إيه؟ حدا تيتا؟ نوجه لهم تحية كمان. ثلاث شباب. بسم الله، الله يخلي لك اياهم. نحن بنعرف انه ابنك تزوج وبنتك بعدها معك. بعدها معي. مارت كتار بيعرفوها وكتار اليوم هيك من خلالك رح يتعرفوا عليها. مارت خبرينا قصتها هيك بطريقتك. من اول ما خلقت؟ اذا بدك. ولا ايه خبرينا، نحن بهمنا نعرف ونقول للمشاهدين. مارت خلقت نورمال، ما بها شيء كان. جينا على البيت وكل شيء، بعدين من بعد ما توفى بيا صار تمر الاشهر، بعدين شفت هالبنت عم تتغير. نعم. آه، راسها عم بيكبر وجسمها عم بيضل مثل ما هو كايدين واجرين. نعم. اخذت عند الحكيم، شاف الحكيم قال لي بنتك بدها تطلع قصيره. كيف يا حكيم وهيدا؟ قال ايه، عندها عظمه ما عم بينمى، وهي اساسا خلقت كلها لحم قليل في عظم. بقى جيت على البيت وشو بدي اقول، زعلت كثير وانقهرت وهذا، وقلت يا ربي دخلك انت، اخذت لها بيا كمان اعطيتني اياها هيك. ايه صح، انسانيا صعبه، بس انت صعب بحياتي. ست مؤمنه. ايه اكيد. بعدين يلا بلا معارضه لحكمتك يا رب، شو بدي اعمل، هيدا شانسي. ايه. بقى صرت اركض فيها من الحكمه، حكيم راس، حكيم عظم، حكيم صحه، يعني وين بيقولوا لي في حكيم شاطر اخذها لعنده. بيرجعوا يعملوا لفحوصات وصور وهيك اشي يعني جديد. بعدين كلهم يقولوا لي انه بدها تطلع قصيره، طول هالكرسي بدها تطلع. ايه. بنتك. وانت طويله. وانا طويله. ايه. وبيا طوله نورمال. ايه. لا طويل ولا قصير. بقى شو بدي اعمل؟ قلت هيدي عم نحكي من سنين لورا، يعني اليوم ايه. يمكن الناس شوي بتتقبل، قديش كانت صعبه عليك انسانيا. صعبه كثير كانت علي. اول بنت، زوجك متوفي، انت طويله تطلع قصيره، يعني حتى لو هودي تفاصيل بس بيومياتنا وبحياتنا شوي بياخذوا منا هيك، ياخذوا من شقفه من حياتنا، لانه المجتمع والناس ما بترحم وشو بدي اعمل. قديش تسليمك لاراده الله ساعدك تكفي هالمسيره وحدك مع مارت ومع خيا؟ مسيرة شو بدي يعني، انا صرت ملتهية هي فيها. لمارت نسيت حزن بيا. هالاجي مثلا روح انا وياها على الكنيسه، ما كان عندي سيارة، امشي فيهم انا على الكنيسة، كل العالم تتطلع فيها.
أنا انقهر كثير، طبيعي انقهرت. طبيعي، قلب الأم. ايه بعدين هي بس صار عمرها 10 12 سنة صارت تحب تسوق، بدها تسوق. مرة طلعت بسيارة خيا جاية عم تدورها وبدها ترخي الفريم، وهيدا ايه صرخ فيها خيا. قديش بتحب الحياة مارت، ايه بدها تسوق كثير بدها كثير. تنطلق. وكانت أول شي مارت كمان اللي من حدا يطلع فيها شي تنقهر. ايه ايه كثير كانت تنقهر. بعدين فاتت ب شو اسمه كلوب دو مار بريير. فرانسيس نعم. اول شيء، بعدين الزهيرات صارت يجيبوا هن الزهيرات اولاد يبقوا نعم. صغار وهن يبقوا مسؤولين عنهم، يعلمون الصلاة والاشياء هيك يعني الدينية. قديش بتحسي الصلاة كان لها أساس جوهري بحياتك، ونقلتي هالشي لأولادك لحتى أنت قبلتي بالدرجة الأولى ومارت قبلت وخيا؟ يعني ما ننسى في 3 أشخاص ايه كل حدا على مقلب، بس كلكم بتصبوا من نفس النهر، عم تشربوا من نفس النبع، خليني أقول عم ايه تشربوا مظبوط. وتعيشوا وتواجهوا الناس. ايه لا الحمد لله كلنا تقبلنا هالشيء، نعم حتى القرايب كلهم يحطوها، صاروا حلو. يحطوها لمارت كتير، ايه يعني ما عاد بالهم بالصبي صاروا بالهم بمارت، يا تما الله، تنقهر تما تزعل تما هيدا. نحن بنعرف انه مارت مليانة حب، قد ما انحضنت وانحبت ولك دور كتير كبير بهذا الشيء. ايه كانت كتير محبوبة. وهي بعدين صارت شوي شوي تفوق حيلها انه ليش انا بدي ازعل وليش هيك، ربنا هيك خلقني، ما بدي، يمكن لو كنت منيحة يمكن ما بعرف شو كنت صرت. نعم. قالت لي مرة شافتني عم ببكي، قالت لي شو بك امي ليه عم تبكي؟ قلت لها عم ببكي عم مقهور عليكي، شو بدي اعمل؟ ليش عم ببكي؟ قالت لي امي انا مش مقهورة على حالي، ليش انت بدك تنقهري؟ يمكن ربنا لو خلقني منيحة طبيعية كنت فلتاني بالشارع. حلو كتير، حلو انا كتير كيف قبلاني هي عم بحالي تقبل. وكل شيء ايه ايه وكتر خير الله، حلو كتير كيف هي قبلانة انه هيدي الله هيك جابني على هالدنيا، اعطيها النعمة بدي ربنا. ايه اتأقلم بهالنعمة واشهد لحبه وحضوره، ويلي بده يطلع فيي وينقذ عم بنقول له وجه الله. حلو ايه كتير. كتير انقهر لما كانوا يشوفوهم في بس مرة وحدة نعم تطلع فيها ما تشيل عينها، راحت صارت ورانا افيت وبعدها بعدها عم بتطلع. انا تطلع. التفت هيك لقيت، قلت لها شو مش عاجبك؟ طب مدام سميرة قديش انت قوية وقدرتي تخلي مارت تدرس وتتخرج وتسوق ومنطلقة بالحياة، يعني مارت وموهوبة، موهوبة كتير، ايه هي يعني كانت عن جد انه واحد للحظات بيحكيها وبينسى انه هي ايه حدا من قصيري القامة، لانه مثقفة وفهمانة وواعية. قديش هذا الشيء مسهل لك حياتك، يعني يمكن انت بتنسي اوقات انه هي قصيرة قامة. ايه اوقات بنسى فعلا بنسى انه انت بتتكلي عليها، هي لانه بتاخدك هي خلص بتجيبك. تعودنا عليها ايه خلص صح. كانما من مثلنا. ايه هي مارت بتحب الحياة كانت كتير، بتحب مثلا بدها تتعلم انا ادعمها، بدها تسوق رفقتها بنت جيراننا هي علمتها السواقة، هاي قد برافو. ما انها ذكية ما اخذت 3 ايام مع السواقة. اها ايه تعلمت السواقة وهيدا، ذكية وبعد وجريئة، ايه كتير جريئة تتجرأ هيك، ايه تسوق بين بتتكل على الناس بدون حالها. ما تخاف انه شو رح يقولوا عني وكيف رح يطلعوا فيي. ايه ايه حلو كتير كتير. متكلة على حالها كانت، وخاصة اللي بيكون في مجتمع ما بهمها تقعد بتساير أحسن من شو اسمه صح المتعلمين. هي صحيح إنها هي تعلمت بس ما وصلت للجامعة ايه لأنه ما تقبلوها، مظبوط. مشان هيك بس حتى بالمدارس تعذبت فيها كمان، مظبوط، غيرت لها 3 4 مدارس ما كانوا يتقبلوها. هيدي مشكلة، مشكلة يعني ايه مع كل الأشخاص يلي هن قصيري قامة أو حتى يلي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة أو يلي ما بيقشعوا، أو ايه يعني بتلاقي الصرخة كلهم نفس الصرخة، صرخة موحدة إنه بدنا مطرح يكون مسهل لألنا، لأنه أقل شيء حق من حقوقنا ندرس نشتغل نروح ونجي، وهي صرختنا. وفعلا هيك بنصلي بنقول له يا رب لون حياتنا ولون عقول هالناس اللي تقبل نعم انه هالاشخاص تشتغل ايه بشركاتهم، تتزوج اشخاص من عيالهم،
فعلا، لانه نحن بحاجه لهم، مجتمعنا ما بيمشي من دونهم، نحن بنكمل بعضنا سوا. ما هي على حجه ما صارت تطلع على التي في وعلى المقابلات ومدري شو هيدا. في مره شي مرتين ثلاثه تتلاقى بناس يقولوا لي انت كنت على التلفزيون. كتير حلو، كتير حلو انه انت على التلفزيون بوقت يلي اشخاص طولهم عادي مش قادرين يكونوا على التلفزيون. وحتى الرساله اللي عم توصلها كانت مارت، قدمت فتره برامج وكانت عم تقول كلمه ربنا، او باللقاءات والمخيمات اللي كانت تشارك فيهم، قديش يمكن الحكي هين، بس قديش عندها الجرأه تقبل الشبيبة يقربوا يتطلعوا فيها يدقوا فيها، لأنه بيفكروا أنه قصير القامة جاي من غير كوكب، ما بينتبهوا أوقات أنه هيدا إنسان مثل مثله بس قصير شوي، بس هي. ما في شيء هالقصر هيدا هي القصر. هي القصر. يعني ما بعرف نحن حتى متى رح نضلنا نفكر هيك، بس منقول أنه الله كريم ورح يجي وقت يغيروا هالناس هيك تفكيرهم. إن شاء الله هالدولة تفتح شوي بقى يشوفوا لنا لإلهم حرام. إن شاء الله إن شاء الله. شركات بمعامل بمكاتب بشي، في كتير قصيرين القامة بيبقوا متعلمين. مزبوط مزبوط، بيبقوا متعلمين وبيبقوا هن أصحاب الشغل وبيبقوا هن المبدعين، ويلي بيعطوا يعني أفكار مش موجودة من قبل، لأنه قصير القامة بيقدر يشوف أشياء أنا بطولي العادي ماني عم شوفها، بيقدر ينتبه لحاجات أنا يمكن ما انتبه لها. ونحن هيك بالمجتمع بدنا نكون عم نكمل بعضنا لحتى نكفي بهالحياة. عن جد إن شاء الله إن شاء الله، يعني مارت رغبتنا هي مارت أكثر شيء تفتحت وتقويت بالمجتمع لما فاتت على شو اسمه جامعة الكارمل. كتير كانوا إخوة مع بعضهم شباب وبنات، وهيدا كتير كتير كانت منيحة من هيدي كمان قوتها. صح صح. كانت هيك الصلاة سلاح لها وانطلقت. مزبوط، نحن تعرفنا عليها بالمرحلة من بعد ما كانت هونيك تأسست وبلشت، وفعلا شيء كتير حلو بيكبر القلب. نحن كتير فرحانين أن نكون عم نحكي مع مارت، أكيد هلأ كمان بيكون في صور عم تقطع لحتى الناس يشوفوا مين مارت، وأكيد قلنا حلقة مع على مارت لحتى هي كمان تشهد عن حب الله وحضوره بحياتها، لأنه بحاجة نحن اليوم نقول لهالأشخاص أنه أنا شخص موجود، ما بينقصني غير نتف الطول، عم بقدر اعمل كل شيء بالمجتمع، ليش عم تنظر لي بدونيه؟ ليش عم تنظر لي كاني مختلف عنك؟ الاختلاف يلي بيفرق بيني وبينك هو غنى، منه شيء منه منيح او منه شيء تخليك تهرب مني، بالعكس هذا الشيء لازم يقربك مني، تعرف انه انا خلقت الله مثل ما انت خلقت الله. مزبوط. طيب شو الكلمه اللي بتحب توجهيها للامات يلي اوقات بيرفضوا او بيستحوا انه عندهم اولاد عندهم يا قصر قامة يا إعاقة معينة يا أي وضع؟ بنصحهم إنه قد ما فيهم يحضنوهم. برافو. لأنه الأم والبي هن أساس البيت، هن اللي بيحضنوا أولادهم وبديروا بالهم على أولادهم. صح. مش لازم أبدا يتدمروا إنه ربنا كيف أعطاهم إياهم هيك. صح. لا، لازم هن يحضنوهم ويقولوا كتر خير الله. 100%. الله ينجينا من الاعظم. صح 100%. نحن هلا رح نتوقف مع ترتيلة حتى متى، ومن بعدها بنرجع لحتى نشوف خبرة كمان حلوة وناخذ رأيك فيها. حتى متى سأظل واقفا أسير في مكاني؟ حتى متى سأبقى هكذا طفلا في إيماني؟ حتى متى سأظل واقفا أسير في مكاني؟ حتى متى سأبقى هكذا طفلا في إيماني؟ كم من مرة نويت ولم أفعل، كم من مرة وعدت ولم أفي،
وأعود، أعود إليك فأراك لم تغفل، تحنو علي تماما مثل الأب. وأعود، أعود إليك فأراك لم تغفل، تحنو علي تماما مثل الأب. أريد أن أدخل إلى أعماقك فأسبح نهر حبك، أريد أن أدخل بقرب قلبك فأنفق العمر لك. حتى متى سأظل واقفا أسير في مكاني؟ حتى متى سأبقى هكذا طفلا في إيماني؟ كم مرة نويت ولم أفعل، كم مرة وعدت ولم أفي. وأراك لم تغفل، تحنو علي تماما مثل الأب. وأعود، أعود إليك، أعود، أعود. رح نكون هلأ أحبائنا المشاهدين مع روبورتاج مع شاب كفيف، شاب منطلق كتير بحياته. هو أول مهندس بلبنان تجرأ وأخذ الخطوة وانطلق بحياته، منكبر فيه ومنفتخر فيه كتير. جهاد كريم. من برنامج لون حياتي دايما منكون مع أشخاص جدا مميزين بيشوفوا بعيون قلبهم وبيخلونا نشوف حضور الله من خلالهم. معنا هلأ جهاد كريم رح يعرفنا عن حاله بطريقته الخاصة. أهلا وسهلا فيك جهاد. أهلا وسهلا فيك مسر. جهاد كريم، مبدئيا أنا دارس كمبيوتر ساينس، موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. واللي بدك تعرفيه هلأ بنحكي فيه بالحلقة. رح أول شيء نخبر المشاهدين أنه أنت هيك النور يلي عم بيشع من وجهك، هيك نور يسوع اللي عم بيطلع علينا. بدك تخبرنا شو قصة عيونك؟ ما قلن شو أساساً، مش موجودين، ما بقشع. ما بتقشع بس. من أي عمر هيك؟ تقريباً من حدود 9 سنين. 9 سنين صرت كفيف تقريباً، يعني هيدي الشيء الرسمي مثل ما بيقولوا. وما بتقشع أبداً؟ لا، هي صارت تدرج، ضلت يعني صارت تروح شوي شوي، فاشياء تروح واشياء تاخذ مطرحها الى ان 14-15 ما بفوق، يعني ما فيش انه ليميت انه هون قد خلصت المرحله يعني. طيب كفيت حياتك عادي بالمدرسه ولا رحت على مدرسه متخصصه؟ المدرسه شبه هيك شبه هيك، لانه رحت على مدرسه متخصصه بشكل انه بالمدرسه كانوا يبعثونا، يعني وصلنا تقريبا للبروفي. بالبروفي رحت على مدرسه بسموه دمج. نعم. مدرسه رسميه فيها تلاميذ عاديين مع مجموعه طلاب مكفوفين، وسكوند باك ترمينال كذلك الامر. كان كمان كنا تحت رعايه مدرسه بس عم نروح على مدارس خاصه. هلا انا بهالفتره ما كنت كتير يعجبني الجو اللي هن عاملينه، مثلا استفيد من الاشياء اللي فيه استفيد منها، وما ضلني داخلي كل الفتره اللي هن جابريني ضل فيها. يعني
مثلا ايام يكون في فرصه بنص الجمعه مثلا اثنين ثلاثه الاربع فرصه، اترك الثلاثه وارجع الخميس. ايام يكون عندي ساعتين ثلاثه فراغ مثلا، احضر ساعتي وضلني جاي على البيت، ارجع ثاني نهار. يعني انه عملتها نص نص. هلا لما صرت بالجامعه صارت الشغله مجهود فردي بحت، يعني ما حدا له علاقه، ما حدا شهتم يعني. هون كان في شوية إذا بدك مش رح نقول عقبات يعني، بس إنه تحديات، خلينا نقول تحديات إذا بدك، بس هذه تحديات من نوع آخر، لأن صار أنت بدك تحللي وأنت بدك تعرفي شو الطريقة وأنت بدك تعلمي اللي بده يعلمك وأنت بدك تشوفي كيف بدك تأمني ومين في يساعدك مين ما فيش يساعدك، وإذا حدا ساعد يعني، لأنه بالمبدأ وقطعت يعني قعدت 5 سنين بالجامعة. شو عملت بالجامعة يعني؟ كمان مش هيني شخص كفيف تخرج وأخذ شهادة كتير مهمة. أنا بالجامعة درست كمبيوتر ساينس بالالأيو. كنت أول شخص يمكن كفيف أول شخص بالشرق الأوسط بياخد شهادة بالمجال العلمي، مش بس يعني ككمبيوتر، كشهادة جامعية. هلا في كان بعض محاولات بس ما اكتملت انه ياخذوا شيء. بتصور بعد مني يمكن صار في حدا يمكن لا ما بعرف، بس مفروض يكون صار في من 20 سنه يعني. لانه التطور اللي كان بوقتها هلا تطور كثير عن قبل. حلو. طيب جهاد، حكينا عن الطفل المراهق الجامعي المتخرج، طيب كيف انسانيا تقبلت انه انت جيت على هالدنيا بتقشع شوي، بلشت تصير حدا كفيف وفرض عليك واقع معين، كيف تأقلمت معه؟ هلا التأقلم بصير عبر مراحل الحياة بالمبدا، يعني بالاول شخص غير. شخص بيخلق صغير بيكبر شوي بصير عنده غير، يعني اعتبريها مراحل. هلا اصعب من غيره يمكن ايه، بس انه قصة التكيف شيء وقصة التعامل شيء تاني. انا بقول انه هلا التكيف الصعوبة فيه هي بالإتاب اللي هي بتعمل نقلة. نعم. يعني بالترانزيشن يعني. أوكي. لما بتكون عم تنقلي من مرحلة لمرحلة. اوكي. فهون كيف بتجهزي حالك، كيف بتتقبلي الوضع، كيف بتكوني فهمتي، بتأثر على مسار المرحلة كلها سوا. وأثناء المرحلة ما خلص بتكوني بلشت تتعودي تتأقلمي وتطوري إشياء. حلو. وكل ما تقدمتي أكتر مثلا كل ما هالشي صرت تعيشيه. مزبوط. يعني بيصير يعني هلأ مثلا أكتر. هلأ مثلا ممكن هلأ ما بعرف يمكن بطريقة ما بهذا يصير في ترانزيشن لشيء أحسن. بس هتفكري انه هاي الترانزيشن بتكون اقل صعوبة من الترانزيشن اللي مرقت. طب جهاد، قديش عن جد بتلمس انه حضور الله خفف عليك خليني اقول النقمة بعيون البشر وعشت بملء النعمة؟ لكن ما حدش بينقل مع حدا بالنتيجة. انت كي يعني في مزعلت؟ لا 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 فيش، ما بدناش نحدد الشيء اللي بدنا نزعل منه 100%. طيب مثل ما بتعاملي بتتعاملي. صح. بتنقمي على الدنيا، الدنيا بتنقم عليك. هيدي ديفينيسيون مختصرة جدا يعني. حلو. نحن هيك بدنا نكون عم نوجه تحية لأمك وبيك وأخواتك ليلي عن جد ساهموا بدون ما نحن نعرف إنه هالقد تقوى شخصيتكم وتكونوا منطلقين. هلا هون دور العيلة غير موضوع إذا بدنا نجي للبحث يعني. خبرنا. العيلة كانوا عاملين إحاطة وكانوا عاملين دعم واشتغلوا كتير وتعبوا كتير، لأنه هلا نحن عايشين حياتنا طبيعي بس ما هولي حوالينا يعني فريق عمل نون ستوب، عمل دايم. صح صح. لانه مثلا نحن بنعرف بدنا هاي الشغله، بس هيدي الشغله بالنسبه لنا شيء ستاندرد، بس بالنسبه للمجتمع منا ستاندرد. فكيف بتتامن، من وين بتتامن كذا؟ هلا يمكن انا بعرف من وين بتتامن، بس ما فيش اطلبها من اي شخص روح جيب لي هاي او اعمل لي هاي. عم بعطيك ابسط. صح. الامثال. صح. يعني وقيسي على كل المستويات. حلو. جهاد، وصلت لشهادة جامعية ووصلت لأناعة إنسانية، لوين بعد بتحب توصل؟ لأنه بنعرف عندك كتير أحلام وطموحات. لكن وما بتوديني الطريق بوصل، ما عنديش مشكلة. شو حققت إنجازات بحياتك لهلأ؟ شو بيعرفني؟
غير يعني العلم. يعني تعلمت وتوظفت انت، يعني انا هو بعده انه سمعنا خبريه هيك انه سيئ طياره من كم سنه، هيدي انجاز، هيدي رحت رحت حققت شيء، يعني مش شخص كفيف عم بيسوق طياره مش انجاز. انه لايك الطيار لما بيفوت بقايمه سوداء بيعود ايش شيء، بيتكل على الدنيا اللي موجوده قدامه. اوكي انت طلعت سقط طياره صغيره، طياره صغيره مصنوعه من خشب ومن توال، يعني قماش نوع من القماش. هيدي ماشي كنت عم بعمل اكتيفيتي يعني. وعدا عن الطياره طلعت بالمونغولفير ومع شهاده اسانسيون بالمونغولفير كمان من فرنسا، هودي عملتهم بفرنسا. وقبل بمره يعني هيدي من شي 15 من شي 5 سنين عملتها، من شي تقريبا 20 سنه كمان طلعت بطياره هون بلبنان من مطار بيروت عجوني ورجعت. طب كيف بتتنقل، كيف بتروح وبتجي اذا معك حدا؟ اوكي شيء طبيعي، بس انت كشخص لحالك كيف بتكون هيك بيومياتك؟ يعني ما انه شيء عادي، ما انه شيء ابدا. الموبيليتي اذا بدنا نحكي الاشياء بشكل علمي بتنقسم لجزئين، اللي هي اندور وحول البيت. نعم. يعني انا بدي اروح مثلا عند بيت خيي وبمشي وبروح عند بيت خيي مثل اي شخص عادي، عند جاري بالحي، عند كذا، يعني ضمن محيط بيدستريان المشي تنقل. نعم. فهون بهال محيط هذا تقريبا ما فيش كتير مشكلة ألون تيرم، يعني بالمبدأ انه واحد بس يتعرف على البيئة بيمشي حاله. هلا قديش بده تتعرف على البيئة؟ ممكن تكون من نص ساعة لثلاث أربعة أيام، يعني إذا كان صح. حسب المطرح، إذا كان كتير كبير بالمكتب بالشغل مثلا، بالشغل نقلنا ثلاث أربع مراكز، ما يعني بالمبدأ نبلش الشغل يكون أنا جاهز. ليش؟ لأن أكون أنا من اللي عم بيجهزوا هالمطرح، يعني شفته قبل ما ينفرش وشفته هو عم ينفرش، وحطيت إذا بدك ملاحظات إنه هاي الشغلة وين بدها تكون، وهاي الشغلة يعني هيدي من ضمن اختصاصي كمسؤول شبكة واتصالات، وبدي ركب معدات، يعني في أشياء أنا بدي استعملها. بس جهاد أنت حدا كتير جريء وحدا كتير بغامر، يعني بيتكل على الله وبغامر وبيوثق بحاله وبقدراته، لأنه ممكن لحظة خوف أو شك صغيرة تكون عم تحلم ويروح هالحلم، تكون عم تعمل خطوه توقف مطرحك. لا ما بتوقف، بوقف مطرح حتى ارجع فكر ليش انا مثلا مش هقدر اعملها. ما ساعات اللي بتسالي جواب السؤال وبتاخدي الجواب، نعم، ما انت عم تفتحي باب او عم تقري خريطه. الخوف والشك موجودين، كلنا بنخاف من شك، وهذه شغله ضروريه تنقدر نستمر. يعني مثلا انت عندك تنقول بدك تحضري بروجرام، وهذا البروجرام بيتطلب تنقول 20 يوم شغل، وانت وقتك مضغوط بديك تنقز. طيب انا هو كيف بدي اعملهم؟ بس ساعة اللي بتقولي انه انا هذا البروجرام مثلا معي سنة طلعوا على الهواء، صح، انت اذا بتعطيه ساعتين كل يوم، يعني بتضربي ساعتين ب 24، بتقسمي ساعتين على 24، بيطلع لك انه عندك 12 يوم. هذا كيف قلنا انه بتعملي لحساباتها. اوكي. مش مختلفين. هلا ضعت بتعملي لحساباتها، بتعرفي كم يوم بدك تشتغلي بساعتين، يعني حلو كثير. جهاد هيك نحن اليوم هلا رح نشوفك كيف ببيتك عم تمشي وكيف عم تتحرك وكيف عم تشتغل وكل هالامور. مصر ما بنصحكش يعني، ليه؟ لانه ما يعني اللي ما بيعرف ما رح يكون عم بيشوف شيء جديد، عم بيشوف شخص طبيعي ماشي. شخص طبيعي. طيب اليوم انت عندك الجرأة تمشي ببيتك، ولو وقعت ولو تفركشت مهم تمشي. في اشخاص بتخاف تلقط هالعصا وبتبقى عم بتخاف لانه ما بتعرف مطرحها. ما بتعرف. العلم نور. العلم نور. طيب وشو على صعيد النفسية، شو بتحب تقلن تشجعن لحتى تقلن عن جد روحوا ومشوا روحوا وانطلقوا؟ هلاك هيدي بترجع لكل شخص لحاله، قد ما تخيصي وتشجعي الشخص اللي مقفل على حاله بده يضل مقفل على حاله، والشخص اللي عنده عدم قدرة بسبب عدم المعرفة علميه بتلاقيه أخدك ومشي. صح. جهاد كمان بشق الموسيقى لك بصمة حلوة، مين علمك الموسيقى؟ هل هي مش مين علمني، بعدني عم بتعلم. بعدك عم تتعلم. بعدني عم بتعلم. على كم آلة بتعزف حاليا؟ هلا بعزف على آلة وحدة، سبق وحكينا بالموضوع يعني، بس بلعب بكل الآلات الموسيقية. حلو. وبتعلم حدا؟
ما خضت هاي التجربة، بس إنه مستعد؟ هلا ما قلت لك بعدني عم بتعلم، يعني بعدني أنا منش هلا أنت متواضع مش بعدك عم تتعلم. لا بعدني عم باخدش شهادتي يعني. إذا ما أخذت شهادتك بس أنت بتتقن الموسيقى بشكل كتير منيح. أنا هلا سنة سادس يعني عواشك إنه خلص البروجرام. بس بعد ما حدا اجى تعلمه، هلا اكيد اذا حدا ديبيتون بعلمه، بس وين بوصل انا وياه؟ ما انا بعدني مش واصل، وين بدي واصله؟ حلو. بعد ما شفنا هالروبورتاج وفعلا ما قدرنا نميز إذا هذا الشخص كفيف أو مش كفيف، لأنه بحسب حديثه وبحسب شغله ويومياته هذا الإنسان منطلق ومتخطى الأمور هيك الملموسة الصغيرة، يعني ما أنه عم بيشوف بعيونه، عم بيشوف بعيون قلبه، وهذا الشخص كان مثله مثل كتار شهادة كتير كبيرة لنا. مدام سميرة، شو رأيك بهيك إنسان قدر يدرس ويتخطى المجتمع وكفيف بس مكفى حياته؟ أنت كيف بتشوفي هالشي عنده؟ يعني بقول ما بعرف، يعني الله بيبقى عطيه القوة وعطيه الإهمال، أنا هيك بقول الإلهام بيبقى ربنا عطيه شو بده يعني، لأنه من ميل بيبقى الواحد أعمى، بس من ميل تاني بيبقى عم بيشوف، كان من قلبه وكان من عيونه، بقول الله 100%.
طيب اليوم جهاد هو وخيه، خيين ما بيقشعوا، شو بتقولي لأمهم؟ انت قطعتي بخبره مع مارت وبإيمان ورجع عشتيها، شو بتقولي لأم هالشابين يلي اثنيناتهم منطلقين بالحياة واثنيناتهم ما بيقشعوا، بس ما بتصدق انه ما بيقشعوا عقد ما هني واثقين بخطواتهم وقديش متكلين على ربنا ومكفيين؟ يعني بدي اقول لك هالأم اللي عندها اثنين مكفوفين يمكن هي من وراها صاروا هيك الأولاد. صح. الشباب. صح. هي بدي اقول لك قدمتهم للحياة يعني وحضنتهم وصاروا 100%. نحن هيك بنوجه لها تحية كبيرة، لأنه فعلا الشخص يلي بيكون عنده ولد بحاجة لاهتمام زايد بياخد منه نص حياته، كيف إذا كان عنده ولدين والأعمار قريبة لبعضها. ايه بقى فعلا شيء كتير ايه متطلب، وهيك يعني بردون ايه لا تفضل يعني الله يعني الله عطيها القوة ايه تتنين عنده يهن هيك. يعني هن يعني اكفاء بس هن عيونها، الله يقويها، كل ولد منهم هو عين من عيونها لحتى تقشع من خلالهم وتخليهم يكونوا عم ينطلقوا ويشوفوا. ايه طيب قولي لنا انت اليوم شو حلمك تعملي شيء انت ومارت، شو هيك في رغبه على قلبك بتحسي انه ما عملتيها واليوم اجى الوقت تحققيها مع مارت؟ هيك شيء يمكن صغير شيء كبير، يمكن باليوميات بتتشاركوا، بس شو في شيء انت بتقولي لو مارت اطول نتفي كان بدي اعمل هالشغله؟ كنت بشوف حالي فيها لو انها اطول شوي، بقول عندي بنت جنبي كاخت بتصير، ويا ريت كان عندي اياها هيك. بس انت انا بعرف انه انت هيك كمان بتشوفي حالك فيها. بس هلا ايه اكيد ايه اكيد هلا بشوف حالي فيها، بس لو كانت اطول بس هاي مشيئة الله شو بنعمل. قديش هيك رفقتك لمارت حتى بتكوني معك صديقة واخت، لانه هي ما عندها اخت وانت تزوجتي بعمر صغير، قديش ايه بتحسي انتو في هيك رفقه بيناتكم؟ ايه مزبوط ايه، لكن وين ما رحت وهذا بروح انا وياها وكل شيء. تصدقي مثل كانها بنت طبيعيه. صح. ايه ما في فرق بيني وبينها بهيك شيء. حلو كثير. قديش بايمانك وايماننا انه مارت بحضورها بحياتك وحياه عائلتك لونت حياتكم، يعني عطت طابع حتى لو كان مؤلم، بس عطت طابع كتير حلو، لأنه خبرة غريبة ومش الكل عندهم إياها، بس استقبلتوها مع غصة ودموع، بس برحابة صدر. قديش عن جد مارت لونت حياتكم، وهيك كانت يعني عائلة مميزة، عائلتكم من ورا مارت هي مميزة كتير. ايه الحمد لله كتر خير الله ما يديكم. بعدين ليك لما تجوز خيا البنت اللي اخذها بنت اوادم وكثير منيحه وتقبلت مارت الحمد لله كثر ايه خير هاي الله نعمة. صح. هاي المهم اكثر شيء انا كنت فزعاني منه. صح. وبعدين طلع على اولاد خي كمان حضنينا ودارين بالهم عليا كثير بحبوها، عمته بدهم يقولوا لنا. حلو كثير حلو كثير. ايه واكيد خيا من هن وصغار كان عم بيعيش خبره مميزه انه عندي اختي قصيره قامه، بس اكيد فيض الحب يلي هيك وجه لها اياه كمان هذا الشيء حلو. ايه ما نحن كمان فهمنا قلنا له يا ماما اختك بدها تطلع هيك. الله هيك انت ربنا خلقك طويل وهي خلقها قصيره. وقبل الموضوع. وقبل قبل. هاي نعمه كثير. كثر الله كله. ايه الحمد لله. نشكر الله، نحن بدنا نشكر الله هيك على عيالنا المسيحية الملتزمة، على الستات يلي هن على فعلا على مثال ابنا العذراء قديسات. مدام سميرة نحن بنكبر فيك وبنفتخر كأم، عن جد بذلتي وضحيتي يعني بفترة زمنية كتير قليلة، خسرتي زوجك واجت بنتك بحاجة لاهتمام زيادة وكان عندك صبي، يعني كيف بدك توزعي حالك على هالمسؤوليات كلها، بس كنتي قدها وقدود. نشكر الله عليك ومنكبر فيك، وهيك فعلا من خلال مريم تي في بدنا نقول عن جد نيالنا بهيك امهات، هن جنود خفيات، يعني انت جنديه خفيه يمكن ما حدا بيعرف فيك غير ببيتك، بس نحن اليوم من خلال الشاشه بدنا نعلن حب الله وحضوره ونقول انه حضورك فعلا بكبر وبيشرف. ميرسي كثير لك. ميرسي كثير. ونحن هيك بنآمن انه
ولا مرة ربنا بيحط قدامنا بصيص أمل وبصيص نور إلا ما بدنا نتبعه ونكبر فيه وكرماله. مع جهاد يلي بيشوف بعيون قلبه ومع مدام سميرة بدنا نقول يا ربي كيف بدي خاف من العتمة. بدنا نكون عم ننهي بهالترتيلة. ميرسي كتير لإلك. كيف بدي خاف من العتمة وانت اللي بتعطيني النور؟ مش ممكن ارفض هالنعمة اللي بتغمر كل المعمور. كيف بدي خاف من العتمة وانت اللي بتعطيني النور؟ مش ممكن ارفض هالنعمة اللي بتغمر كل المعمور. مش ممكن ابدا يا ربي يا مرافق اوقاتي الصعبه. مش ممكن ابدا يا ربي يا مرافق اوقاتي الصعبه. وغامرني بكل محبتي ومحول احزاني زهور ومحول احزاني زهور. كنت الكين وراح بالضل بدايي والنهاية. نغمة بترفرف وتهل ويسمعها الرايح والجاي. دايما راح تبقى يا ربي والأمل تنور لي دربي. دايما راح تبقى يا ربي الأمل تنور لي دربي. يا أغلى عطية محبي بحبك وبروحك مسحور. حبك وبروحك مسحور. إنجيلك صدق وحقيقة ولادة حياة جديدة فيها بتجدد بالروح. ما بفكر إني وحيدي. وحدك يا رب بتقبلني من الخطايا بتحررني. وحدك يا رب بتقبلني من الخطايا بتحررني. وبإني العذرة بتجمعني طريق السماوات بزور. طريق السماوات بزور. كيف بدي